اي حد ابوه نجم كوره واسمه كبير في النادي اللي فيه اللي هو كابتن اسامه نبيه طبعا، على طول اول تفكير ليه هيروح يختبر في نادي الزمالك او هيروح يكون موجود في نادي الزمالك. احنا فوجئنا بيك، بنسمع عنك بتتالق في نادي انبي، فليه اخترت انبي وليه ما رحتش نادي الزمالك؟ بص يا كابتن، انا كان بدايتي في نادي الصيد، فروحنا لعبنا ماتش ضد نادي انبي، فعملت ماتش كويس جدا وكده. ف يعني خطوه نادي انبي دي جت يعني صدفه يعني هي، بس احنا كنا بنحاول على قدر الامكان ان احنا نبعد عن قصه نادي الزمالك في الاول خالص، عشان ما يبقاش، عشان ما يتقالش ان كابتن اسامه نبيه جاي ده صاحب ابنه جاي النادي وبتاع. فحاولنا نبعد بقدر الامكان عنها عشان نقدر نشق طريقنا ونرجع النادي واحنا في سن كبير شويه، تكون الناس عرفتك وتكون الناس سمعت عنك. فحاولنا نبعد عنها ونوصل للنادي في الوقت من الاوقات اللي هو زي دلوقتي ده. طيب انت يعني طبعا كان اللي اكتشفك كابتن امام محمدين، انت رحت فتره امام محمدين طبعا. ايه الفرق ما بين ام بي وايه اللي خلاك تتالق بشكل كبير؟ وهل دور طبعا وجود الكابتن اسامه نبيه وهو كان مهاجم برضه مميز هو اللي خلاك تتالق، ولا انت كنت بتشق طريقك اللي هي فكره لن اعيش في جلباب اسامه نبيه؟ انا كنت بشق طريقي طبعا في نادي انبي، بس في حاجات ابويا يقولها لي لازم امشي عليها، يعني في نصايح لازم يقولها لي امشي عليها، دي النصايح دي كانت بتفرق معايا جدا. وطبعا نادي انبي من احسن قطاعات الناشئين في مصر، مميز جدا، كل حاجه متوفره ليه. فانا كنت بمشي بنصايح دايما ابويا، وهو ما كانش بيجي يتفرج عليا كتير، هو يديني النصيحه الاثنين اعمل بيهم اطلع نجم الماتش. والله يعني اهم النصايح اللي كان دايما بيقولها لك. لا هو قال لي نصيحه مره، قال لي نصيحة مرة أنا فاكرها كويس أوي، قال لي خلص ثانوية عامة وهتلاقي نفسك في الكورة طالع بسرعة الصاروخ. فعلا أنا عملت بالنصيحة دي وحاولت إن أنا أعمل بيها يعني وأوفق بين الدراسة والكورة، وفعلا بعد ما خلصت ثانوية عامة أنا يعني طريقي بقى سالك إن أنا أطلع فوق دوري ممتاز، ألعب ماتشات دوري ممتاز، أروح نادي الزمالك أتألق فيه. فدي كانت أهم نصيحة هو قالها لي في حياتي، يعني دي هي النصيحة بره الملعب خالص، بس دي يعني كانت من أهم النصائح اللي فرقت معايا جامد أوي. طيب هل انت قعدت دلوقتي حوالي 9 سنين في انبي، خدت كام بطوله؟ خدت 3 بطولات في نادي انبي، 2 دوري القاهره وواحده دوري جمهوريه، وطلعت هداف في دوري القاهره في سنه من السنوات، يعني كنت جايب حوالي 30 هدف. 30 هدف؟ كتير يعني، بس كنت ماشي كويس قوي. يجيب 15 جول بتعمل له حفله. كنت ماشي كويس قوي في السنه دي في الدوري الممتاز. كنت ماشي كويس قوي في السنه دي، وانا سمعت جدا في نادي انبي، وخدت منه يعني خدت منه كل اللي انا عايزه. طلعت فريق اول مع كابتن ايهاب جلال وانا عندي 17 سنه 16 سنه، ولعبت منه منتخب مصر، فنادي انبي فرق معايا بطريقه جامده جدا، يعني زي ما بقول لحضرتك هو من احسن القطاعات الناشئين اللي في مصر. طيب رجعت نادي الزمالك بقى، يعني هل ده كان يعني حد هو اللي شافك فبالتالي انت هداف دوري شباب هنا، ما فيش دور بقى لابوك خالص يعني؟ انا في يوم من الايام رحت لابويا قلت له انا يعني خلاص، انا كانت جات لي فتره انا عايز اروح، انا عايز ارجع النادي، يعني انا عايز اروح نادي الزمالك خلاص، انا كبرت عايز اروح العب بقى في النادي بتاعي، يعني انا النادي ده متربي فيه. فجات لي فتره خلاص يا وانا عايز العب بس في الزمالك، اروح الزمالك. فاتفقنا بعد ثانويه عامه، خدت بعضي رحت على نادي الزمالك على طول. فلعبت مع فريق 2000 دوري الجيزه مع كابتن رفاعي، وتالقت فيه بشكل كويس قوي. طلعت مواليد 97، كان لسه موجود في مواليد 97 مع كابتن محمد كمونه، لعبت اول ماتش سجلت هدف فيه في ماتش بتروجيت، وبعدين صعدت مع 99 لعبت معاه برده في دوري الجمهوريه. ففي نادي الزمالك اول سنه ليا كنت بلعب 3 ماتشات في الاسبوع تقريبا، 97 99 2000، فكنت ماشي كويس قوي باول سنه في نادي الزمالك دي الحمد لله. وبعد كده تم اعارتك؟ بعد كده في تاني سنه تم اعارتي لنادي اسوان، رحت لعبت معاه في الدوري الممتاز شويه، وقعدنا وعملنا موسم كويس جدا مع كابتن احمد كشري وكابتن مجدي عبد العاطي. بعدين رجعت النادي تاني بعد الموسم ما خلص، وبعدين قعدت فتره شويه في النادي الزمالك، وطلعت اعاره تانيه لنادي اسوان تاني، لعبت برده معاه مع كابتن سامي الشيشيني وكابتن علاء عبد العال، وبعدين رجعت في شهر 1 اللي فات ده لنادي الزمالك. طب ليه رجعت؟ رجعت انا دايما حظي مش يعني حظي مش كويس قوي في نادي اسوان، لان انا السنه اللي فاتت اول ما رحت الاعاره كان كابتن مجدي عبد العاطي اللي جايبني، بعديها بكام ماتش كابتن مجدي عبد العاطي مشي رحل، جه مكانه كابتن احمد كشري. اتغير المدربين، تغيير المدربين ده خلى ان كابتن مجدي عبد العاطي كان عارف امكانيات يوسف ايه، فكابتن احمد كشري جاي مش بيشوف 30 لعيب، مش عارف هو ده عنده ايه، امكانياته ايه، ده ايه ده ايه.
رجعت بعد ما خلصت موسم مع كابتن احمد كشري، لعبت برضو في الدوري الممتاز 6 7 ماتشات، رجعت وقعدت تاني مع كابتن سامي الشيشيني، فبرضو بعديها ب4 ماتشات بعد ما بدأت ان انا اخش والعب في الدوري، ولعبت مع كابتن سامي الشيشيني اخر 3 ماتشات. كابتن سامي الشيشيني برضو مشي من نادي اسوان، جه كابتن علاء عبد العال. فاللعيب مش هي يعني اللعيب ما مش هيعرف يدي كل اللي هو عايزه وهو مش مرتاح نفسيا في النادي اللي هو فيه. يعني انا ما كنتش يعني كان في عدم راحه في نادي اسوان في اخر فتره، فما كنتش هقدر ادي كل هل عشان سفر، هل عشان امكانيات، لا هي ولا عشان تغيير المدربين؟ تغيير مدربين، انت ممكن تشوف ان انت المدرب كابتن علاء عبد العال ممكن تشوف ان انت فرصتك معاه مش هتبقى كبيره قوي زي ما كابتن سامي، فقررت ان انا تبقى قناعات مدربين تبقى بيك. قناعات مدربين، هي قناعات، في مدرب يجيبك السما، في مدرب ينزلك الارض. فانا حسيت ان انا دوري خلاص انتهى في نادي اسوان، فقلت ان انا ارجع نادي الزمالك لو في فرصه ان انا اطلع الدرجه الاولى، لو ما فيش فرصه اكمل في نادي في الناشئين لحد اخر سنه وامشي. يعني انت لو ما تمش تصعيدك الفتره اللي جايه ممكن تمشي من انا نادي عقدي ساري الزمالك؟ مع نادي الزمالك، بس انا ان شاء الله ده اخر موسم ليا مع نادي الزمالك، يا اما يطلعوني اطلع الفريق الاول، يا اما امشي اشوف نادي تاني. انا جاي لي كذا عرض من الدوري الممتاز، بس الوقت اللي انا رجعت فيه كان ضيق قوي، رجعت في اخر 3 ايام في القيد، فما قدرتش ان انا اروح حته معينه، فبس ان شاء الله في اول السنه يعني طب هو هشوفك. يعني باشيكو غير كارتينو المدير الفني السابق لنادي الزمالك ما بيعتمدش قوي على الناشئين، يعني مثلا كان تم تصعيد مع كارتينو 6 7 لعيبه وكانوا بيشاركوا، شفنا احمد عيد، شفنا اسامه فيصل، حسام، في اسماء كتير ظهرت. هل انت شايف في ظل وجود باتشيكو بالطريقة بالضغط اللي على نادي الزمالك ان هو لازم يكسب كل الماتشات ممكن يتم الاعتماد على مهاجمين او لاعبين صاعدين؟ بص يا كابتن، نادي الزمالك في اخر 5 6 7 سنين ما كانش بيعتمد اعتماد اساسي على اللعيبه الناشئين، كان على طول التدعيمات من بره لازم تيجي. ممكن فتره كارتيون دي تكون التدعيمات كانت قليله شويه، فاضطر ان هو يستخدم لعيبه من الناشئين، وطبعا كسروا الدنيا ولعيبه كويسه جدا وبتمنى له التوفيق. ممكن باتشيكو يعتمد على 2 3 من اللعيبه اللي موجودين زي حسين فيصل واسامه فيصل، انا شايف دول ماشيين بشكل كويس قوي، وسيف جعفر ماشيين بشكل كويس قوي وبيخشوا الماتشات وكده، ممكن يعتمد عليهم في الفتره الجايه دي في ظل ان مصطفى محمد مشي، وممكن اسامه فيصل يكون ليه دور كويس، ممكن حسين فيصل لعيب كويس قوي ممكن يكون ليه دور. بس طيب انا عايز بقى اسالك سؤال بس ترد عليا بسرعه.